المغرب بتستضيف كأس العالم للأندية، الصحافة العالمية كلها بتتكلم عن المغرب، عن التنظيم المتوقع، تقارير من هنا وهناك بترجعنا لقطر وكأس العالم نهاية العام الماضي والاحتفاء العالمي اللي كان ليه علاقة بالتنظيم والكورة مش بقضايا تانية. فقصدي ان في بلدان عربية الحقيقة بتبص لها كده وانت فخور جدا وبتقول على رأي السيسي يا ريتني كنت انا، والله العظيم يا ريتني كنت انا. ليه بنقول كده؟ لانه مصر الحقيقة مش بتتكلم لا عن مشاركة الاهلي في كأس العالم ولا عن اي حاجة ليها علاقة ان احنا مثلا هننظم كأس عالم، لا احنا بنتكلم على مرتضى منصور اللي شتم ام ابراهيم فايق، مرتضى منصور اللي خرج من الاجتماع امبارح يشتم الخطيب ويقول مش عارف التعاقد مع مين، مشهد بائس جدا. تعالوا نسمع جزء من رد ابراهيم فايق على مرتضى منصور ونرجع نعلق. الى الشخص سيء الذكر بذيء اللسان ابو لسان زفر، يا اخي انت بقى عندك 80 سنه يا اخي، بلغت من العمر ارزله، رجلك والقبر اللي زيك يا دوب يفكر في اخرته ويعمل له حسنات يقابل بيها ربنا. بس انت مستهون من المقابله، ها مستهون، مستهون من دعوات كل امهات المصريين وكل الستات الفاضلات اللي انت خدت في عرضهم. بكره لما تنزل تحت ومبقاش ما بينك وما بينه اي حاجه تعرف الدعوه دي هتبقى نار عليك في القبر ان شاء الله. امي اللي انت جبت سيرتها وشتمتها جزمتها برقبتك انت ومليار واحد من عينتك، قعدت تفتكر ان حد هيسكت؟ ده كان جزء من كلام ابراهيم فايق واللي علقت عليه في مقدمه الحلقه امبارح، قلت له حقك علينا ابراهيم، والدتك هي والدات كل المصريين الحياه، لان مرتضى شتم امهات كتير قوي في مصر. تعالوا كده عملنا النهارده كده بحث سريع على كلمه مرتضى منصور يسب او مرتضى منصور يشتم، واخترنا لحضراتكم مجموعه تقارير عشوائيه. تعالوا نشوف ابرز الحاجات اللي طلعت معانا النهارده. مرتضى منصور يشتم شيرين وعمرو اديب وحسام حبيب في قصه شيرين وطلاقها والكلام ده كله، حاجه ملهاش بالكوره. مرتضى منصور بيشتم مين كمان؟ نطلع اسرع شويه. مرتضى منصور يشتم لاعب الزمالك، انت ما عندكش دم. طيب تفاصيل التقرير مش مهم، بس هي الفكره ان الراجل بيشتم اي حد، ده بيشتم لعيب عنده كمان في الزمالك. نشوف مرتضى منصور بيشتم مين كمان. مرتضى منصور او رئيس الزمالك يسب اداره الاهلي بسبب خطف صفقه الفارس الابيض. يسب يشتم، مره ناس بتكتبها كده ومره ناس بتكتبها كده، الخلاصه ان الراجل بيسب للناس. مرتضى هخرب بيت حازم واتحاد الكوره، وطالب الجماهير بطرد المرتزقه، تحاليل فتوح وجمعه سلبيه لما طلع قال على لعيبته ان هم بيتعاطوا مخدرات. مرتضى منصور يسب عصام عبد الفتاح على الهواء، ونعمه والله الراجل فاتح منبر نادي الزمالك او قناه نادي الزمالك للشتيمه والسباب. ايه كمان؟ لو دي اخر واحدة تمام. طيب خلاص، يبقى دي مجموعة عشوائية من مرتضى منصور اللي بيسب ويشتم، والحقيقة ده هيخلينا نطرح سؤال مباشر على ضيفي اللي برحب بيه عبر الانترنت، حذيفة حمزة مسؤول القسم الرياضي بموقع عربي بوست. حذيفة اهلا بيك. وبكل الضيوف وبكل المشاهدين. سؤال انا عارف ان هو اجابته ممكن تكون سياسية، بس انا اسألك سؤال من الناحية الرياضية، من يحمي مرتضى منصور في منظومة الرياضة المصرية؟ يعني خلينا نبدأ انه مرتضى منصور هل هو دوره فعلا رياضي بحت؟ هو ده السؤال اللي هيقودنا للإجابة. في المنظومة الرياضية لا يبدو ان احد فعلا يحمي مرتضى منصور، بل ممكن بالعكس مرتضى منصور هو اللي بيحمي المنظومة كلها بشكلها الحالي. القصة اللي معمول بيها المنظومة الرياضية والدور الاجتماعي والسياسي اللي بتأديه، خلينا نقول ان مرتضى هو بطل القصة بالشكل الحالي. فمرتضى في النهاية هو بالنسبة للنظام السياسي في مصر، هو بالنسبة لهم يعني زي ما نقول بلدي، والعصفورة اللي المطلوب كلها، المطلوب الناس كلها تبص عليها. في استراتيجيات اغلب النظم الغير ديمقراطية بتتبعها، وابرزها هي استراتيجية الإلهاء. الاستراتيجية بتقوم انه احنا ما فيش مشاريع وطنية كبيرة يقدر الشعب يلتف حواليها، ولا في انجازات، ولا بنقاوم محتل، وفي النهاية الواقع الاقتصادي الصعب فارض نفسه، فبنحتاج الى مواضيع الناس تستهلكها بقوه وتبقى هي يعني زي ما بنقول اللبانه اللي في بقهم طول اليوم. في الحاله المصريه دلوقتي احنا قدام مرتضى منصور والصراع بين الاهلي والزمالك اللي تحول وكانه صراع مصيري للامه المصريه، والزمالك يعاني ومرتضى منصور هو السيف والدرع، وفي الناحيه الثانيه النادي الاهلي طبعا غير قادر على مجاراه هذا المستوى من الانحطاط. جنب ده برضو هتلاقي دايما الخناقه بتاعت الرجاله والستات وياسمين عز ورضوى الشربيني، فهو مرتضى منصور بيأدي الدور ده بشكل واضح وصريح، وعملها في
لما كان هناك دعوات لمظاهرات 11/11 وطلع أدى الدور ده بشكل ممتاز جدا. وفي أوقات لما بيتحط عليه ضغط سياسي أو بيطلع ناس تبدأ تهاجمه على اللي بيعمله، بيطلع يقول على قناة نادي الزمالك بالفم المليان أنا محدش يقدر يلمسني. القصد من الكلام إنه محدش يقدر يفصل ظاهرة مرتضى منصور عن الواقع السياسي اللي في مصر وعن الواقع الاقتصادي، ولما نشبك النقط هنقدر بسهولة نستنتج مين اللي بيقف من ورا مرتضى منصور، مين اللي بيحميه. ببساطة اللي بيحميه هو المستفيد من استمرار مرتضى منصور كترند في مصر طول الوقت. طب بس معلش يا حذيفة، هو مرتضى منصور ظاهرة بقالها أكتر من 25 سنة دلوقتي، يعني الراجل من التسعينات وهو بنفس القدر من البذاءة وقلة الأدب والتطاول على الجميع، وأيامها ما كانش فيه ترندات أيام حسني مبارك يعني، ولكن كان مرتضى برضه بيسب الناس كلها وبيشتم الناس كلها. صحيح، هو مرتضى كحالة هو موجود من زمان جدا، من أيام اعتداءاته على الصحفيين واعتداءاته في نقابة المحامين وإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة، كلام قديم جدا بيعود حتى لحقبته مع وتعاونه مع الريان والقصة دي. لكن احنا بنتكلم عن التوظيف اللي معمول له دلوقتي، المساحة المفروضة ليه هي مساحة أكبر بكتير من أي مساحة ادهاله نظام قبل كده. نظام مبارك ما كانش بيصدر مرتضى منصور باعتباره ممثل أو صوت للنظام، هو موجود كحالة كورقة بيتم استعمالها من وقت للتاني، لكن في الحالة دلوقتي احنا بنتكلم عن مرتضى منصور هو نجم، هو نجم الشاشة، هو بطل طول الوقت. احنا بنتكلم عن مرتضى منصور، بنتكلم عن تجاوزات مرتضى منصور، بنتكلم عن ليه ما بيتمش تطبيق القانون على مرتضى منصور. في النهاية مرتضى منصور هو انعكاس مقصود لحالة البلد والإعلام. طيب حلو، انا عايز اتكلم معاك في جمهور الكورة. كويس، احنا جمهور ذواق للكورة جدا، جمهور بيحب الكورة جدا، الاهلي والزمالك ما بينهم يعني زي ما بنقول كده في ديبيت ممتد لعقود طويلة جدا. لكن انا امبارح مثلا نشرت مقدمة الحلقة كانت اعتذار لابراهيم فايق، وسألت يعني هي من يحمي والدة مرتضى منصور من سباب الجماهير المصرية؟ يعني ما هو زي ما بيشتم امهات الناس، الناس ممكن تشتم والدته يعني. فانا فوجئت في التعليقات، بعض التعليقات من جمهور زملكاوي الحقيقة، قال لي انت بتتكلمش على فساد بيبو ليه، انت بتتكلمش على الاهلي ليه، انت بتتكلمش على كذا ليه. فانا سؤالي هنا، هو جمهور الزمالك مبسوط من اللي مرتضى بيعمله؟ لا، خلينا نفصل بشكل كبير جدا بين الجماهير. يعني انا شخصيا مش بحب التعميم بشكل كبير جدا، خصوصا في المسائل اللي بتكلم عن جمهور الزمالك، يعني بتكلم عن ملايين المصريين. في اكيد شعور عند بعض الجماهير انه مرتضى فعلا قادر يجيب لنادي الزمالك حقه، وقادر يجيب بطولاته، ان النادي دخلته بطولات وشاف شويه استقرار وصفقات غير يعني ما شافهاش قبل كده مع رؤساء انديه اخرين، وده فعلا حقيقي. لكن زي ما قلت في الاول هو انعكاس لاهداف سياسيه. ففي فعلا جمهور شايف انه محمود الخطيب هو مرتضى منصور لكنه المهذب اللي ببدله اللي ما بيسبش للناس وكذا وكذا وكذا. لكن في جماهير زملكاوية كتير فاكرين كويس اللي مرتضى منصور عمله ودوره في اللي حصل في الدفاع الجوي ومقتل كتير نادي الزمالك، وفي جماهير كتيرة جدا رافضة ان ناديها يرتبط بشخص زي مرتضى منصور ويبقى هو ده الواجهة بتاعت النادي حتى لو هيجيب بطولات. فالحقيقة ان حتى جوه معسكر جمهور الزمالك لا، في انقسام. لكن في اوقات مع زي ما قلت لك بقى الشحن الزياده اللي حصل في قصه الاهلي والزمالك بيخلي الناس او بعض الجماهير يعني على استعداد ان هي تغض الطرف عن ده مقابل ان ناديها يبقى بيكسب وبيحصل بطولات. طيب معلش، هو في سؤال مهم الحقيقه، لو او يعني حد بيتابعنا اول مره، هو ايه اللي مزعل مرتضى اصلا الثلاث اربع ايام الاخير؟ ايه اللي عامل المشكله؟ ايه اللي خلاه يسب ام ابراهيم فايق بالشكل ده؟ يعني هي القصة باختصار كان في صفقة أحمد القندوسي، ده لاعب جزائري بيلعب في نادي وفاق سطيف وبيلعب في خط الوسط. نادي الزمالك كان قريب جدا جدا من التعاقد معاه، والحقيقة النادي الأهلي في فترات طويلة كان بيتابع اللاعب وبرضه مهتم بالتعاقد معاه. في الوقت اللي الناس كلها كانت بتتكلم انه خلاص القندوسي في الزمالك لتعويض رحيل إمام عاشور اللي هيحترف في الدوري الدنماركي ربنا يوفقه، حصل انه النادي الاهلي دخل وانجز الصفقه بسرعه جدا وضم احمد القندوسي. هنا ابراهيم فايق استضاف احد اعضاء مجلس الاداره او المتحدث الاعلامي باسم نادي وفاق سطيف وشرح شويه تفاصيل خطيره للغايه، قال فيها انه مرتضى منصور ما كانش بيتفاوض بنفسه لكنه كان مفوض سمسار سوري
هو اللي يتفاوض معانا. نادي وفاق سطيف رفض الطريقه دي. طبعا لما بيتكلم ان هو فوض سمسار مش مجلس اداره، مش عضو مجلس اداره ولا مدير الكره امير مرتضى ولا هو بنفسه، ده برضو بيزود الشكوك حوالين طبيعه الصفقات وحوالين موضوع السمسره والعمولات. لكن ده موضوع محتاج يعني ملف اكبر بكتير، محتاج وقت اكبر نتكلم فيه. فهنا بدا الكلام انه مرتضى منصور يعني بيسمسر، قالت كده او اتفهمت كده من كلام الاستاذ العرباوي عضو المتحدث الاعلامي باسم نادي وفاق سطيف. فتقال انه ابراهيم فايق كشف، او زي ما مرتضى قالها يعني خد مرتضى منصور غسيل، وراجل متحدث واستضاف راجل ممثل فعلا النادي شرح حقائق. لكن طبعا هو مش قادر يقبل الحقائق دي لانها بتكشف فساد او على الاقل عجز اداري واضح بيفسر سبب ذهاب الصفقه للنادي الاهلي. فقرر ان هو يسيب والده ابراهيم فايق بالشكل اللي كلنا شفناه للاسف. طيب حذيفة، احنا في 2023 في كتير جدا من الجمهور المصري بيتابع الدوري الانجليزي، بيتابع دوريات الدنيا كلها، يمكن اكتر حتى من الدوري المصري يعني، وعارف الصفقات والميركاتو الشتوي بيحصل فيه ايه والمش عارف الكلام ده كله. الراجل اللي كان ارسنال بيخلص معاه الاسبوع اللي فات، انا اسمه رايح من راسي يعني، وتشيلسي دخل في اخر لحظه وهو اللي فاز بالصفقه يعني بشكل كبير. طب الجمهور المصري اصبح عنده وعي الحقيقه، احنا مش في 2000، مش في 95، مش في صفقه رضا عبد العال من الزمالك والاهلي يعني، لا بقى في جيل تاني خالص بيتابع كوره وعارف كويس ان في حاجه اسمها احتراف، وعادي ان انديه تدخل في اخر لحظه وتاخد اللعيبه من بعض. هل شايف ان حاله مرتضى منصور، حاله الاحتقان والكلام عن الاهلي سرق الصفقه والكلام ده، الكلام ده موجود ما بين الجمهور ولا لا؟ لا، اللي انا شفته الحقيقه ورصدته في الايام اللي فاتت هو اتهامات من جمهور نادي الزمالك لاداره نادي الزمالك بالفشل. انت صفقه في ايدك، اللعيب منتظرك تخلص، وبدل ما تبعت وفد رسمي يتفاوض مع رئيس نادي وفاق سطيف، خصوصا ان احمد القندوسي صفقه ثقيله ما ينفعش تخلصها عن طريق سمسار، محتاج ان انت ترتقي بالمستوى ومستوى التمثيل وتبعت انت كرئيس نادي تتكلم او تبعت وفد رسمي، وده اللي النادي الاهلي عمله. فانا شفتهم بيتهموا الاداره نفسها بالفشل، خصوصا ان انت بتمشي ركيزه اساسيه في الفريق زي امير زي عفوا امام عاشور وما بتجيبش حد بداله. الاصل في الكوره ان انت بتدعم الاول وبعد كده بتبيع، او بتخلص الصفقه شبه رسميا وبعد كده بتبيع. اللي حصل هو العكس، لكن ده واضح انه معناه نادي الزمالك في ازمه ماليه، وده اللي اتاكد امبارح بالليل بعد فشل نادي الزمالك ان هو يسدد جزء من مديونياته عند اتحاد الكوره، وبالتالي فشل ان هو يسجل الصفقات الجديده اللي هي برضو غير مرضيه لجماهير نادي الزمالك بسبب مستواه الفني. طيب سؤالي الاخير في المقابله دي، بعيدا عن مرتضى منصور، توقعاتك لماتش الاهلي واوكلاند النهارده؟ 3-1 ان شاء الله للنادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا حذيفه حمزه، مسؤول القسم الرياضي بموقع عربي بوست، كنت ضيفي عبر الانترنت. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل في فقرة الاتصالات. الحكومة بتتكلم على كم مليون طفل وكم مليون شاب موجودين في مصر، تقريبا تلتين الشعب المصري أطفال ومراهقين وشباب، فاحنا بنسأل حضراتكم لو عندنا كل الطاقة البشرية دي طب فين المشكلة في البلد؟ تابعونا.